بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 32 من ليلة 14 من شهر شوال من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في العلم في علم العقائد والتوحيد والأحكام، في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، تأليف الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: النور الهادي الرشيد. النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي، وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لاحترقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم، وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها، ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره، فنور العرش والكرسي والجنات من نوره فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. والنور الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته، فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله، وكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم، فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب، فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها؟ فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه؟ فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم. فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير، ومعاني الجمال والبر والإكرام تملأها من أنوار المحبة والود والشوق، ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان وأنوار الشكر والحمد من أنواعه والثناء، ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التعبد وضياء التقرب وسناء التحبب وأسرار التودد وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة وطلبا وإنابة، وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كلها. ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص تملأ قلوبهم من أنوار مراقبته وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أسماء بحسب اجتهاده، وهي اسم النور والهادي والرشيد.
وهذه الأسماء عدها بعض أهل العلم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولم يعدها البعض من أسماء الله الحسنى. النور ذكره جملة من أهل العلم، فجاء في رواية الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني وعبد العزيز بن الحسين، وذكره ابن منده والأصبهاني وابن حجر والبيهقي رحمهم الله، ولم يذكر هذا الاسم بعض من صنف في باب الأسماء من المحققين من أهل العلم. والهادي أيضا ورد في الرواية الثلاث، رواية الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني وعبد العزيز بن الحسين، وذكره ابن منده وابن العربي وابن الوزير وابن حجر والبيهقي رحمهم الله. والرشيد ورد في رواية الوليد بن مسلم، وذكره ابن منده وابن العربي وابن الوزير والبيهقي رحمهم الله. وهذه الأسماء فيها خلاف بين أهل العلم، فإن من أهل العلم من يرى دلالة بعض الأدلة عليها، فاسم النور يستدل له بعض من أثبته من أهل العلم بقول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. فاحتج بعض أهل العلم بالآية والحديث على إثبات النور أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وبعض من لا يرى ذلك يرى أن هذا في مقام الخبر، وأن هذا المعنى جاء مقيدا بقوله: الله نور السماوات والأرض. قال بعض المفسرين: الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض. وقيل أن نور السماوات والأرض من نوره، كما ذكر المصنف رحمه الله في سياق شرحه لهذا الاسم. وقيل إن النور صفة من صفاته، كما جاء في الحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فالخلاف بين أهل العلم في هذا الاسم معروف، وتحرير ذلك مشهور في مواطن تصنيف في باب الأسماء. الهادي أيضا وقع فيه الخلاف كما تقدم، ويحتج له بعض من يثبته بقول الله عز وجل: وكفى بربك هاديا ونصيرا. قالوا في قوله هاديا دليل على أنه يتسمى بهذا الاسم. وقال آخرون: هذا في مقام الخبر، فإن الله ثبت كما في النصوص في قوله: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالهداية هي من فعله، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قالوا: وليس كل فعل يشتق منه صفة أو اسم، فهذا فعل من أفعاله، كما اتفقوا على أنه لا يشتق من قول الله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم. قالوا: فلا يشتق من هذا اسم، فيقال الناسي أو الماكر، تعالى الله عن ذلك. لكن هذا فعل في مقابل فعل المخلوق، بل اتفقوا على أن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أنه لا يشتق من هذا الفعل اسم، فيقال: من أسمائه المستوي. وكذلك الكلام
فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى بلا نزاع، ولكن لا يقال أنه المتكلم. ففرق أهل العلم بين الأفعال والأسماء والصفات، وباب الأفعال هو أوسع هذه الأنواع، ثم الصفات دون ذلك، ثم الأسماء دون ذلك، هذا من جهة الثبوت. وأما من جهة الدلالة فدلالة الأسماء هي أوسع من دلالة الصفات، ودلالة الصفات أوسع من دلالة الأفعال، فإن الأسماء تدل على الذات وتدل على وصف يقوم بالذات وتدل على الفعل، مثل الرحيم، الرحيم اسم من أسماء الله، كذلك الرحمن، كذلك العليم، كذلك القدير، فهذه أسماء تدل على ذات الله وتدل على معنى يقوم بذاته، كالقدرة في القدير والعلم في العليم والرحمة في الرحمن والرحيم، وتدل أيضا على الأفعال، أن الله يقدر ويعلم ويرحم إلى غير ذلك من المعاني. فيلاحظ أن الأسماء دلالتها من جهة المعاني هي أعظم الدلالات، ثم الصفات، صفات تدل على معنى يقوم بذات الله تبارك وتعالى، كالاستواء معنى يقوم بذات الله، والنزول معنى يقوم بذات الله، والمغفرة والرحمة معاني تقوم بذات الله. لكن هذه الصفات لا تدل دلالة الأسماء تدل على الذات، وإنما تدل على معنى يقوم بالذات إلا على سبيل اللزوم. ولهذا فإن الأسماء تدعى ويضاف التعبيد إليها، يدعى الله بالرحمن الرحيم السميع البصير، ويضاف التعبيد إليها، يقال عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد السميع وعبد البصير، ولا تدعى الصفة، فلا يقال يا رحمة الله ويا سمع الله ويا بصر الله. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن دعاء الصفة الشرك، ولهذا ذكر العلماء في باب القواعد في الأسماء وفي الصفات أن الأسماء تدعى والصفات يدعى بها. ما معنى ذلك؟ الأسماء تدعى، يعني يدعى الله بأسمائه، يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير يا حكيم يا غفور يا ودود يا بر، يدعى الله بأسمائه. وأما الصفات لا تدعى، ولكن يدعى بها، أي يتوسل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، دعا الله باسمه الحي القيوم وتوسل إليه بالرحمة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، اللهم، هذا دعاء الله باسمه العظيم وهو الله، بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذه صفات يتوسل إلى الله بها، لأن الصفات تدل على معنى يقوم بالذات. فالأسماء تدعى ويدعى بها ويضاف التعبيد إليها ويستعاذ بها، وأما الصفات فإنها لا تدعى ولا يضاف التعبيد إليها، لا يقال عبد الرحمة ولا يقال عبد المغفرة ولا يقال عبد السمع والبصر. وأما التوسل، نعم يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته،
ويستعاذ بها كما جاء في الحديث: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فيستعاذ بالصفات ويتوسل بها ولا تدعى ولا يضاف التعبيد إليها. أيضا الرشيد عده بعض أهل العلم من أسماء الله وليس هناك دليل يدل عليه، وإنما في قول الله عز وجل: ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. قالوا أنه يفهم من هذا أن الله هو المرشد وهو الرشيد، وليس في النصوص ما يدل على هذا الاسم، وإنما من أفعاله أنه يهدي ويرشد. فالهداية كما سبق التنبيه على أنواعها في أكثر من درس: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد هي التي جاء بها الرسل من الله، وأما هداية التوفيق فهي التي نفاها الله عن الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هداية التوفيق بيد الله، وهداية الإرشاد هي من الله، فالله هو الذي يهدي ويرشد، وهذا من أفعاله، ولا يشتق من الفعل اسم. والأنبياء يرشدون إلى دين الله، والعلماء يرشدون إلى دين الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى النور، قال: النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه سبحانه لأحرقت سبحات وجهه أو سبحات وجهه سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره، وبصره لا ينتهي لحد. فهذا كما جاء في الحديث، وسبحات الوجه هو الضياء الذي يكون صادرا عن وجه الله تبارك وتعالى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النور على أقسام: فنور مخلوق، ونور هو صفة من صفات الله، فسبحات الوجه هي من صفات الله عز وجل التي تضاف إليه، وقال حجابه النور، وهذا الحجاب مخلوق، فإن هذه الحجب هي التي تحجب نور الله عن أن يمتد إلى المخلوقات، لأنه لو امتد إليها لأحرقها. قال: وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم. وصدق رحمه الله، فإنه ليس هناك دل على معاني صفات الله أعظم مما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء هنا في هذا المعنى، وكما تقدم معنا في الأول والآخر. قال: اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء. فهذه المعاني هي أعظم ما فسرت به هذه الأسماء. كذلك هنا عبر عن النور بهذا التعبير الذي تنتهي وتنقطع دونه أقوال الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الأمر الغيبي الذي لا يمكن أن يعرف، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الأمر
وأن سبحات الوجه وضياء الوجه أنه لو كشفه لاحترق كل شيء ينتهي إليه بصره، بمعنى يبلغه بصر الله عز وجل وبصره لا ينتهي لحد. قال وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها، كما حصل لموسى لما سأل الله أن ينظر إليه، فإن الله عز وجل برحمته بموسى لم يتجلى له، ولكن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذا الجبل الأصم اندك من أثر تجلي الرب، فكيف لو كان هذا التجلي لموسى؟ وموسى صعق من أثر اندكاك الجبل الذي هو أثر من أثار التجلي، فكيف لو كان التجلي لهذا المخلوق الضعيف وهو الإنسان؟ وهذا دليل على عظمة صفات الله عز وجل. ولهذا لما كان أهل الجنة بعد بعثهم يبعثون وتكون تعلق أرواحهم بأبدانهم أكمل من تعلقها بها في الدنيا وقواهم أعظم من قواهم في الدنيا، يثبتون للنظر لوجه الله عز وجل، وأما في الدنيا فلا قدرة لهم على ذلك. قال ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. وهذا حق، لولا أن الله أعطاهم القوة وهيأهم لهذا الأمر ما استطاعوا أن ينظروا إلى وجهه سبحانه وتعالى. قال وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره، فنور العرش والكرسي والجنات من نوره فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. هذا الكلام فيه إجمال ينبغي أن يعرف، فقوله إن هذه المخلوقات من نوره إذا كان المقصود أن الله هو الذي نور هذه المخلوقات، وقيل الله نور السماوات والأرض هو منور السماوات والأرض، فهذا واضح. وإذا كان يقصد أن هذا النور هو من صفة الله، نور الشمس هو صفة لله، أو نور القمر، أو النور الذي يكون في الجنات، فإن هذا النور مخلوق وليس نور الله، وإنما نوره صفة له. والشمس مخلوقة والقمر مخلوق والسراج مخلوق، والله عز وجل نوره الذي هو صفة له ليس بمخلوق، ولكن الله عز وجل يضاف إليه أنه نور السماوات والأرض، قيل منور السماوات والأرض، هو الذي جعل فيها هذه الأنوار بخلقه لها. وهناك نور آخر مضاف إلى الله، وهو الذي جاء في الحديث لو حجابه النور، هذا مخلوق الحجاب، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. سبحات الوجه هذا نور وجهه ونور عظمته وجلاله ليس بمخلوق، والحجاب الذي هو نور مخلوق، ففرق بين النور المخلوق وبين النور الذي هو صفة لله كالرحمة. الله عز وجل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والرحمة صفة لله، فالجنة ليست هي صفة الله، ولكن الله خلقها عن رحمته، والنار هي عن عذاب الله، خلقها عن عذابه وليست هي صفة لعذابه، كما قال أنت عذابي أعذب بك من أشاء. كذلك الرحمة التي جاء في الحديث إن لله 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة
يتراحم بها الخلق في الدنيا، وادخر 99 رحمة لعباده يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: وهذه الرحمات مخلوقة. فالرحمة الآن التي في الدنيا يتراحم بها الخلق، وهي التي في قلوب الرحماء وفي قلوب حتى البهائم، يرحم بعضها بعضا، فإن هذه الرحمة مخلوقة. وادخر 99 رحمة. قال شيخ الإسلام: وهذه الرحمات المدخرة كلها في الجنة وهي مخلوقة. وأما رحمة الله التي هي صفته، التي قال فيها: وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه رحمة الله التي هي صفته. وكذلك في قول الله عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الروح هنا هو جبريل، وأضاف الروح إليه، لا أن جبريل هو صفة الله، ولكنه أضيف إلى الله عز وجل على سبيل التشريف، كما يقال عبد الله وبيت الله وروح الله، فيفرق بين ما يضاف إلى الله على سبيل الاتصاف وما يضاف إلى الله عز وجل على سبيل الخلق والإيجاد. وهذه المسألة التبست على بعض أهل الكلام، فزعموا أن صفات الله مخلوقة، وبعضهم أنكر الصفات، وبعضهم زعم أن كل ما خلقه الله فهو صفة له، كما زعم أهل أصحاب وحدة الوجود أن كل ما هو في الوجود فهو عين وجوده سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قوله. قال: والنوع الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته. نعم، هذا النور هو نور معرفته ونور الإيمان به، وهو الذي أنار القلوب وأبصر الناس به دينهم، وهو الذي جاء به الرسل. وقيل إن هذا النور هو النور المضروب في قوله: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قيل هذا النور هو النور الذي جعله الله في قلوب أوليائه لمعرفته، وليس هو نور الله. وبعض أهل العلم قالوا هذا هو مثل ضربه الله عز وجل لنوره، والصحيح أن هذا ليس هو نور الله، لأن نور الله لا يشبه بالمشكاة ولا يشبه بالمخلوقات. فهذا النور الذي جعله في قلوب أوليائه هو نور المعرفة والإيمان، وهو الذي تحصل به الهداية ويهتدي به المؤمن ويبصر دينه ويعرف ربه ويعبد الله على بصيرة وعلى نور من معرفة الله ومن العلم بالله، كما يقال: فلان نور الله قلبه. نور المعرفة ونور العلم ونور الإيمان ونور اليقين الذي يجعله الله عز وجل في قلوب المؤمنين. قال: فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه، فهناك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة. هناك نور آخر وهو نور المحبة، نور المعرفة، ثم نور المحبة الذي إذا أحب المؤمن ربه ازداد نورا على نور، وزاده الله عز وجل بصيرة على البصيرة، كما جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي، على حديث قدسي، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذا ثمرة محبة الله، إذا أحب العبد
الله عز وجل وأطاعه في الواجبات والمستحبات أحبه الله، فإذا أحبه الله نور قلبه فأصبح يبصر بالله ويتحرك بالله ويفعل بالله. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذا لا يعني الحلول كما زعم بعض الزنادقة وإنما هو نور يجعله الله في قلب المؤمن، لا يكاد يتكلم إلا برضا الله ولا يكاد يتحرك إلا بتوفيق الله، فهو نور الإيمان والمحبة والتوفيق الذي يجعله الله عز وجل في قلب ذلك المؤمن. قال: ومعاني الجمال والبر والإكرام تملأها من أنوار المحبة والود والشوق. كذلك عندما يشهد المؤمن عظمة الله وجمال الله وكمال الله فإنه يزداد نورا إلى نوره، فيصبح قلبه منور بأنوار: نور العلم، نور المحبة، نور مشهد الإيمان، مشهد الكمال والإحسان، فلا يزال يرتقي في هذه الأنوار حتى كأنما يرى الله عز وجل وكأنما يبصر ربه عز وجل. قال: ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان. كما ذكرنا نور مشهد الكمال ومشهد الإحسان، الرحمة والرأفة والجود هذا مشهد الإحسان، وهو إحسان الله عز وجل لخلقه ورحمة الله عز وجل بعباده. ومعاني الألوهية أيضا مشهد الألوهية، وأن الله عز وجل هو الله وهو الإله المستحق لهذه العبادة لأنه هو الخالق المتفرد بالخلق. هذا نور آخر يزداد به المؤمن في هدايته وفي طاعته لله عز وجل. كذلك معاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص، وهو ما يمن الله به على عباده من أنواع هذه المعارف، تزداد في قلبه ويزداد نورا وإيمانا ومعرفة بالله تبارك وتعالى. فكلما ارتقى في العلم بالله كلما ازداد نورا وامتلأ قلبه بالأنوار حتى كأنما قد عصم، وهو ليس بمعصوم لأن الله لم يجعل العصمة لأحد بعد الأنبياء، وإنما العصمة للأنبياء فيما يبلغون عن الله ولم تجعل العصمة لأحد، ولكن الله يمن على بعض عباده بالتوفيق حتى لربما قال الناس: هذا لا تعرف له زلة، كما قيل في أبي بكر الصديق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصديق لا تعرف له زلة، مع أنه ما أحد قال بعصمة أبي بكر، لكن هذا توفيق من الله وهو جزاء الله وثوابه على الاستقامة. كلما استقام العبد على طاعة الله زاده الله توفيقا وبصر قلبه وجعل في قلبه هداية وتوفيقا يبصر به الحقائق ويثبت على الإيمان، ولا يزدال في زيادة وفي رفعة إلى أن يلقى الله عز وجل وهو في أعظم مراتب القرب من الله عز وجل. ولهذا ثبت للصديق منزلة لم يبلغها أحد بعد الأنبياء والمرسلين، فهو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، كما جاء في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل من أبي بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق. فهو أفضل الأولياء وهو خير أصحاب الأنبياء رضي الله عنه. بماذا؟ باستقامته وهدايته ومسارعته إلى الإيمان بنبيه وإلى الجهاد في سبيله وإلى الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسابقة إلى الخير وحب الخير، فرفعه الله بهذه الهداية وزاده بصيرة
حتى أنه لا تعرف له زلة لا في الاجتهاد في العلم ولا في العمل ولا في أمر من أمور دينه رضي الله عنه. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: ما أفضل ما صنف في قواعد الأسماء والصفات؟ القواعد كثيرة التي ذكرها أهل العلم في باب الأسماء، والشيخ ابن تيمين رحمه الله له كتاب مختصر في القواعد في الأسماء، ولكن ليس هو بشامل، فإنما ذكر بعض القواعد. وذكر علوي السقاف صاحب كتاب صفات الله عز وجل في مقدمة كتابه بعض القواعد المهمة في هذا الباب، وذكر في بعض الكتب الأخرى بعض هذه القواعد، وذكر شيخ الإسلام جملة من هذه القواعد، وكذلك الإمام ابن القيم في بعض كتبه بعض هذه القواعد. وقواعد كثيرة، ولكن من صنف فيها ذكر بعضها، ولكن جمع هذه القواعد فتحتاج إلى مصنف يعني يجمع جميع هذه القواعد ويستدلها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التجلي يلزم منه حلول الله في شيء من خلقه، وهل يلزم من نزوله حلوله في شيء من خلقه؟ نعم. هل التجلي يلزم منه حلول الله في شيء من خلقه، وهل يلزم من نزوله حلوله في شيء من خلقه؟ لا يلزم من التجلي حلول الله في الخلق، فالله عز وجل عندما يراه المؤمنون يوم القيامة وهم في الجنة يرون الله، فلا يعني ذلك أن الجنة تحيط بالله، وإنما يرونه من فوقهم في جنة عدن، يرونه من فوقهم، لا أن السماوات تحويه أو أن الجنة تحويه، تعالى الله عن ذلك. وعندما ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله إلى السماء الدنيا لا يعني أن السماء الدنيا تحويه، ولكن ينزل نزولا يليق بجلاله. ولهذا على الصحيح من أقوال السلف أنه لا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا خلو العرش، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد وعن الإمام إسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة، أنه لا يلزم من نزول الله إلى السماء الدنيا خلو العرش من الرب. ولا نقول يلزم من هذا يلزم من نزول المخلوق، فالمخلوق إذا كان فوق البيت ونزل إلى حجراته نقول يلزم من نزوله من فوق البيت خلو سقف البيت من وجوده فيه، هذا نزول المخلوق. وأما نزول الرب فلا نخضعه للوازم صفاتنا، مثل علم المخلوق مسبوق بعدم ويرد عليه النسيان، وعلم الله لا يستلزم ولا يلزم من ما يلزم المخلوق يلزم الله عز وجل في صفاته، بل لله صفات الكمال في نزوله واستوائه وفي تجليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرجو إعادة التفريق بين عموم الصفة والفعل وعموم الاسم باعتبار الثبوت والدلالة. نعم، باعتبار الثبوت فباب الأفعال أوسع، لأن ما يثبت من الأفعال كثير، ثم دونه الصفات، ثم دونه الأسماء. وأما من حيث الدلالات فدلالة الأسماء هي أعظم الدلالات، ثم الصفات، ثم الأفعال. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل ثبت لله تعالى أكثر من صورة؟ فقد جاء في بعض الأحاديث: فيأتيهم في صورة غير التي يعرفونه فيها. لا يحسن الخوض في هذا، وإن كان ثبت في حديث الشفاعة أنه
يأتيهم في صورة غير التي يعرفونها، ثم بعد ذلك يتجلى لهم في الصورة التي عرفوها يسجدون له، فإذا رفعوا رؤوسها رأوا ربهم في الصورة التي عرفوها. فقال بعض أهل العلم هذا دليل على إثبات الصورة لله عز وجل، في حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام قال رأيت ربي في أحسن صورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فكل يرى ربه في صورة بحسب عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس عملا فرأى ربه في أحسن صورة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا دخلت المسجد النبوي وسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه، فلا أكون بذلك زائرا لقبره، أم لا بد من المرور عند الحجرة؟ إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخولك للمسجد، عندما تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا الدعاء يشرع عند دخول كل مسجد، وأولى ما يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تسليم على النبي صلى الله عليه وسلم شرعي ورد به النص. ولكن لا يقال أن هذا الداخل أنه زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة القبر لا تشرع عند كل دخول ولا تشرع في كل يوم في كل أسبوع، بل عد أهل العلم أن هذه من البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو كل ما يعتاد، ونرى بعض المسلمين ممن يريدون الخير أن كلما صلى العشاء ذهب إلى القبر، وكلما صلى الجمعة ذهب إلى القبر، أو في كل عيد يذهب إلى القبر، أو في العشر الأواخر يذهب إلى القبر، أو في عشر ذي الحجة يذهب إلى القبر، هذا هو من اتخاذه عيدا. وإنما الزيارة تشرع للآفاق الذي جاء للمدينة مرة واحدة، وكذلك أهل المدينة لو زاره ما بين فترة وأخرى من غير أن يتخذ ذلك عيدا فلا بأس، لكن لا يقيد هذا مثلا عند السفر أو عند القدوم من السفر، فإن هذا من اتخاذه عيدا، لأن العيد هو كل ما يعتاد إما لزمن أو لمناسبة، فينبغي تجنب هذه المخالفة. وكثرة الآن التزاحم على القبر بهذه الصورة، نقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنهى عنه، لأن زيارة القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع فيها غير ما يشرع في زيارة القبور، ولم يرد نص خاص بمشروعية قبره عليه الصلاة والسلام إلا ما ورد في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. أما اتخاذ القبر بهذه الصورة في كل صلاة وفي كل يوم في كل جمعة والتردد عليه، هذا ليس من السنة، وكره الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو المفتي في هذا المسجد، والذي اشتهر عنه أنه يقال لا يفتى ومالك بالمدينة، كان يكره الإمام مالك للرجل أن يقول زرت القبر، يقول لأن هذا ليس بمشروع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكان الصحابة رضي الله عنه لا يتعمدون الذهاب إلى القبر، وإنما إذا مروا بقبره سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لماذا نسبت ملة التوحيد إلى إبراهيم عليه السلام فيقال ملة إبراهيم مع أنها ملة جميع الرسل الذين قبله وبعده؟ نعم، أضيفت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لعظم قيامه بهذه الملة، ولأنه كان أمة كما وصفه الله عز وجل، قيل أنه
أمة لأنه لم يكن في زمنه من يقوم بالتوحيد إلا هو. ولهذا قال بعض أهل العلم كل من قام بالدين فهو أمة ولو كان رجلا واحدا. فإبراهيم كان أمة وأضيف إليه التوحيد، ملة أبينا إبراهيم ملة التوحيد لعظم قيامه بها. وإبراهيم الخليل وصفه الله عز وجل بالحنيفية، وأنه حنيف أي أنه مائل إلى التوحيد ومائل عن الشرك، فأضيفت إليه ملة التوحيد والحنيفية لعظم قيامه بها، فهو خليل الله. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز هذا الدعاء أو يشرع؟ اللهم ارحمني بالقرآن، اللهم ارحمني واشفني بالصلوات على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بل قل اللهم ارحمني برحمتك، ليس هناك أرجى لنا في التوسل من أن نتوسل لله برحمته. فإذا قلت اللهم ارحمني بالقرآن فنزول القرآن من رحمة الله وهو جزء من الرحمة، ولكن رحمة الله الواسعة إذا قلت اللهم ارحمني برحمتك فهي أوسع لنا من كل سبب. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي، اللهم إن مغفرتك أرجى، إن رحمتك أوسع أرجى لي من عملي، ومغفرتك أوسع من ذنوبي. فمغفرة الله أوسع من ذنوبنا، ورحمة الله لنا أرجى من أعمالنا، فهذا أعظم توسل. ولهذا يوم القيامة تنقطع الشفاعات دون أقوام لم يعملوا خيرا قط، فيخرجهم الله من النار برحمته سبحانه وتعالى. فدل على عظم النجاة برحمة الله، نتوسل لله برحمته وبمغفرته وبجوده وكرمه وبإحسانه لخلقه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من تطهر في بيته واتى مسجد قباء فله أجر عمرة، فهل هذه العمرة كالذي أدى العمرة بالفعل؟ له أجر العمرة، ولا نقول أنها مسقطة للعمرة الواجبة أو هي عمرة، ولكن هذا من فضل الله أنه يجعل العمل، يجعل أجر العمل بأجر عمل آخر. فالصلاة في قباء ليست هي عمرة، ولهذا لا يحرم لها، ولا نقول أنه يمتنع من محظورات الإحرام، فلا يخرج من بيته متطيبا ويخرج محرما قد تجرد من المخيط في حق الرجال، ليست هي عمرة وليس لها أحكام العمرة، لكن جعل الله ثوابها، ثواب هذه الصلاة في مسجد قباء، ثواب العمرة. كذلك العمرة في رمضان قال تعدل حجة، فالعمرة عندما يقال في بعض النصوص كما في زيارة قباء من صلى فيه كان له كأجر عمرة، لا يعني ذلك أن هذه الصلاة هي عمرة، ولكن هذا من فضل الله أن جعل ثوابها ثواب العمرة، وهي ليست عمرة بمعنى العمرة المشروعة كأن تكون أحكامها كأحكام العمرة، وإنما هذا من فضل الله. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أريد التوضيح في السجود، في سجود السهو. سجود السهو يشرع لمن ترك واجبا أو شك في صلاته أو ترك ركنا وأتى بالركن، فإذا أتى بالركن لابد أن يأتي به ويسجد، وإذا ترك واجبا فهذا فيه تفصيل إذا كان في وقت أدائه كالتشهد الأول فتذكر وهو يتهيأ للقيام أنه ما جلس فيرجع ويتشهد، وإذا قام وتم قيامه فلا يرجع إليه لأنه تلبس بركن، وإذا كان بين ذلك اختلف في ذلك فقيل يرجع وقيل لا يرجع. وكذلك إذا شك في صلاته هل صلى ثلاث ركعات أو أربع في الرباعية، فإنه يبني على اليقين
وإذا ظن فإنه يبني على غلبة الظن. فإذا شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع يعتد بثلاث ويأتي بالرابع، وإذا غلب على ظنه أنه صلى ثلاث ركعات فيأخذ بغلبة الظن. هذا الفرق بين غلبة الظن والشك. واختلف في السجود للمستحبات إذا تركها عن سهو، مثل نسي أن يأتي بدعاء الاستفتاح، أو نسي أن يتورك، أو نسي أن يأتي ببعض الأدعية المشروعة في الصلاة، فهل يسجد لها أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، صحيح أنه لا يسجد لترك مستحب. واختلف في السجود للسهو هل يكون قبل الصلاة، قبل السلام أو بعده، خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يفرق بين الزيادة، إذا كان السهو عن زيادة فإنه يكون بعد التسليم، وإن كان عن نقص فهو قبلها. ومنهم من يقول أنه يخير بين الأمرين، بين أن يسجد قبل السلام أو بعده، وخلاف مشهور بين أهل العلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: مقرئ ومجيز للقراءات يعمل في مسجد ويعطى راتبا على إجازته للطلاب، علما بأن دوامه من الفجر إلى التاسعة صباحا، وقدم له طلاب من دولة أخرى ليجيزهم ويعطوه أجرا أيضا، ويقول: هل لي أن أدرسهم وأقسم الوقت من بعد الفجر إلى السابعة للطلاب الوافدين، ومن بعد السابعة إلى التاسعة لطلاب المسجد؟ لا يجوز أن يقسم الوقت الذي يعطى عليه الأجر ليدرس هؤلاء ويأخذ عليهم الأجر. أما إذا كان يقسم الوقت من باب التنظيم، هذا للوافدين وهذا للطلاب الذين يحضرون، من باب التنظيم لا بأس، لكن يقسم الوقت ويأخذ منهم أجر، فهذا لا يجوز أن يأخذ الأجر على وقت يأخذ أجره من المسؤولين القائمين على هذه الحلقات. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف يصل العبد إلى مقام المشاهدة لله تعالى واليوم الآخر حتى لا ينشغل بغير ذلك؟ بالعلم. إذا علم ربه وعلم الأسماء والصفات وكان على يقين بهذا العلم، فكأنما يرى ربه ويرى يوم القيامة ويرى الجنة والنار، وهذا لا ينال بالتمني ولا ينال بالدعاوى، ولكن يعلم المؤمن إذا استقر الإيمان في قلبه، فإذا قوي العلم كأنما يرى الشيء. هذا معروف الآن، من علم بلدا من البلدان فكأنما يرى هذا البلد بين عينيه، لأنه لا يشك في وجوده. من رأى شيئا في طريقه أو أخبر عنه وكان هذا الخبر عن صادق، فكأنما يرى هذا الشيء بين عينيه ليقينه بالخبر. فكذلك المؤمن يستيقن كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما يرى هذا الشيء، كأنما يرى الآن الحساب قام والجنة والنار والصراط والميزان، لأنه يؤمن إيمانا صادقا بهذه الأخبار. وتصديق المؤمن بخبر ربه أعظم من تصديقه بما ترى عينه، لأن العين يصيبها الخلل، وأخبار الله لا يتطرق إليها الباطل في وقت من الأوقات. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يشرع هذا الدعاء؟ يقول: اللهم أجرني من النار بعدد ما عندي من التوحيد. هذا مسكين يسأل الله أن يجيره بقدر ما عنده من التوحيد، فقصر في توسله. ولو قال: اللهم أجرني من النار برحمتك التي وسعت كل شيء، فهذا أنفع له. ما الذي عندنا من التوحيد؟ توحيدنا ضعيف وإيماننا ضعيف وأعمالنا ضعيفة، فلماذا تحجر رحمة الله الواسعة وتسأل أن يجيك بما عندك من العمل؟ هذا قصور في الفهم وفي الفقه، وإنما اسأل الله برحمته ولا تعتمد على عملك. حضر أحد السلف رجلا صالحا شيعه الناس
وأخذوا يثنون عليه بعلمه وفضله وعبادته، فقال رجل منهم: اللهم اغفر له ولا تكله لعمله، لا تكله لعمله، مهما بلغتم في عمل هذا الرجل فيسر الله أن لا يكله لعمله. هذا من الفقه، كيف يقول إنسان اغفر لي بعدد ما عندي من التوحيد؟ عملنا ضعيف، وإنما يسأل الله برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. جزاكم الله خير. يقول السائل: متى يكون الجمع بين الصلاتين جائز ومتى يكون محرما؟ الجمع إذا كان في الطريق، وأما إذا استقر في مكان فالصحيح أنه ليس موجب القصر هو موجب الجمع، فالذي يوجب الجمع هو السفر مع الطريق، والذي يوجب القصر هو السفر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.